هو فين الاكل اصلا يا ماما؟ ما الاكل قدامك اهو. فين ده؟ اهو ده اكل وده اكل وده اكل. انت كويسه؟ مش شايفه الاكل؟ انا كويسه. الاكل النهارده تحفه، اكل فلاح يا جماعه. كلام كبير قوي النهارده يا جماعه. انا جيت يا اهل الخير. بصوا الجمال، شويه بسله بقى وشويه خضار بقى تحفه، حاجه كده عظمه. بصوا الجمال، مش كل شويه بقى طواجن ومكرونات لازم نعمل خضار لاولادنا؟ تعالوا لسه بدري. شويه رز حكايه، مظبوط بالشعره. وادي الاكل يا ست ماي بالهان. ايه رايك بقى؟ ايوه كده احسن. الاكل ده هجيب ايه شويه؟ كيلو طلعت مقطوعه. انا بقى مدمنه لحمه في العيش. مين زي كده بيعشق اللحمه في العيش؟ ناخد حته صغنونه. قولي دي حته صغنونه. بصوا 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 الجمال. الريحه خطيره، الطعم تحفه. شويه خضار بقى، شويه فلفل اسمر. بصوا لي بقى على الجمال، بصوا لي على الشكل. اللي بيعشق اللحمه في عيش زيي يقول لي. اول حاجه طبعا هنجيب ميه على البوتاجاز تغلي، وبعد كده هنجيب بصلايه نقطعها كارو صغير، ومش هنعمل فيها اي حاجه خالص. معانا بسله، طبعا كيلو بسله، تقدري تكتري تقدري تقللي على حسب رغبتك. طبعا انا فصصتها بحيث اختصر في الوقت، الفيديو ما يبقاش طويل. حطيت على البسله رشه فلفل اسمر ورشه ملح على البصلايه، يعني انا البصلايه لحد دلوقتي ني. احنا هنعمل بسله بتاعتنا النهارده بني بطريقه سهله جدا وبسيطه، وباذن ربنا جربيها هتطلع خطيره معاكي، احلى من التقليه والتسبيكه والكلام ده كله. وجربيها. طبعا كيلو البسله انا حطيت عليه نص كيلو جزر. البسله هتقولوا كتير يا نينين، لا البسله بالجزر بتكتري الجزر فيها بتبقى حلوه جدا، وفي نفس الوقت مهمه ومغذيه. طبعا احطهم على البوتاجاز بمعلقه اي ماده دهنيه، زيت، سمنه، زبده، اي ماده دهنيه عندي. ونشوح الكلام الجميل دهوت كويس جدا. بصوا اللون، البسله اوانها في السوق اليومين دول موجوده وجميله وخضره ومسكره جدا. عايزه اقول لكم تحفه. فهاتي بسله واعملي، ولازم نلتفت الخضار شويه عشان خاطر طبعا ولادنا، علشان خاطر طبعا ولادنا طبعا يعني طواجن طواجن، فلا نغير. طبعا هنشوح البسله على البوتاجاز بالجزر بالبصلايه برشه الفلفل الاسمر برشه الملح مده لا تقل عن 10 دقائق. بعد ما نشوحها هننزل عليها بنص كيلو عصير طماطم او كيلو الا ربع من عصير الطماطم وشويه ميه صغنونه كده اهو. وبعد كده هنقلب الكلام ده كله كويس ونغطي هنغطي طبعا البسله علشان تستوي. واربي الغطا علشان ما تطفش الطماطم وتبهدل الدنيا، يعني خلي الغطا بورب كده اهوت. طبعا معانا الميه بتاعتنا كانت غليت، هننزل فيها باللحمه بعد ما غسلناها. طبعا اللحمه انا هنا مستعمله لحمه الموزه. طبعا حضرتك تقدري تستعملي اي قطعيه لحمه انت حباها، اي قطعيه. هننزل بقى على اللحمه بصلايه، طماطمايه، جزرايه، رشه فلفل اسمر، رشه ملح صغنونه جدا لا تذكر، وفصين من الحبهان، او لو عندك قرنفل، او لو عندك مستكة، اي حاجة. طبعا المستكة غالية جدا جدا جدا، فصعب نحطها دلوقتي في الشوربة. طبعا اللحمة بتاعتي بعد ما عدى مثلا ربع الوقت كانت شربت المية بتاعتها، فبنزودها مية سخنة. يحبذ يعني المية السخنة، المية الساقعة هتخلي اللحمة معاكي تجرمز وتبقى ناشفة، لكن المية السخنة بتبقى احسن. فلما تيجي تزودي لحمتك زوديها مية سخنة. هنغطي طبعا لحد ما تكمل سوا. في الوقت ده كانت البسلة خلاص بتاعتي اوشكت على ان هي تستوي، فهغطيها واوطي نار البوتاجاز لان انا عايزه ازودها شوربه. طبعا هنيجي بقى نعمل شويه رز بالشعريه خطيره. معانا شويه شعريه، هنحط اي ماده دهنيه احنا حابينها. انا مش بحب اقول انا حاطه كذا، حطي اللي يريحك واللي متوفر عندك، زيت، سمنه، زبده، اي ماده دهنيه. هنحمر الشعريه بتاعتنا كويس لحد ما تاخد اللون الجولد دهوت، وهننزل عليها بنص كيلو من الرز المصري مغسول كويس جدا مرتين ثلاثه تحت الحنفيه. وبعد كده هنشوحه كويس جدا جدا. انا طبعا لما بكون عامله لحمه بسقيها، بسقي الرز بشوربه اللحمه، لكن مش بسقي الرز بشوربه الفراخ. انا شخصيا بحب شوربه اللحمه جدا، فمستحيل ارميها. فطبعا سقيت الرز بتاعي بشوربه اللحمه، حطيت كوبايه نص كيلو الرز المصري اخد مثلا من كوبايتين ونص ميه لثلاث كوبايات ميه. وفي الوقت ده بتظبطي الملح بتاعك وتسيبي الرز يتشرب، وبعد كده توطي البوتاجاز
وتسيبيه يستوي براحته. البسله هنا طبعا كانت خلاص استوت، فزودتها شويه شوربه وظبطت ملحها، واللحمه كمان استوت فاخدتها حطيتها في البسله وبسيبها تغلي مده لا تقل عن 10 دقائق اللحمه مع البسله، ونظبط ملحنا كويس والدنيا بتاعتنا تكون تمام، ونسيبهم بقى يغلوا شويه عشان كلهم ياخدوا من طعم وريحه بعض. وكده خلصنا الغدا بتاعنا. مفيش اسهل ولا اجمل ولا احلى من كده، شويه خضار تحفه حلوين جدا وحلوين قوي في الشتاء بقى، بخروا الشقه وخلوها كده ايه حلوه. يلا جربوا البسله الني في ني وان شاء الله تبقى كويسه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بشكركم جدا جدا على وقتكم اللي انتوا بتضيعوه وبتفرجوا على فيديوهاتي، بجد بجد انا بشكركم من كل قلبي. جربوا بقى الوصفات، ولو في اي حاجه نتكلم بعضنا في التعليقات، قولوا لي يا نرمين جربنا وكانت وحشه، يا نرمين جربنا وكانت حلوه. باذن ربنا البسله الني في ني تعجبكم جدا. حقيقي الاكل تحفه، الرز لوحده حكايه، شتوي من الدرجه دي. لازم تجربوا طريقه البسله بالطريقه دي، هتعجبكم قوي. ني في ني، حلوه جميله خفيفه على المعده ومش حاطين فيها دهون كتير، شويه رز حكايه. بصوا الرز عامل ازاي، مفرفر مفلفل، بصوا بيتكلم عن نفسه، بصوا الجمال تحفه. ويا سلام بقى لما بنسقيه بالشوربه بيبقى تحفتين. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. مش تكتبوا لي وصفه النهارده عجبتكم، مين بيحب اللحمه في عيش زيي، هل انا الوحيده اللي مفجوعه ولا في حد زيي بيحبها في العيش؟ تكون عجبتكم يا رب. طبعا وصلوني على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتي على اليوتيوب، تضيفوا اصدقائكم ومعارفكم، اعملوا شير كتير للقناه، وكده مش هبقى بعد ربنا غير اكلات نرمي. باي باي.